aerobic respiration أو التنفس الهوائي. كما يظهر في الشكل المقابل أول مرحلة من مراحل التنفس الهوائي وهي التحلل السكري. لا ننسى أن التنفس الخلوي أن الخلايا والكائنات الحية تحصل جميعها على الطاقة من خلال عملية التنفس، إذ أن الهدف الأساسي من التنفس الخلوي هو الحصول على الطاقة بعد أن ينقل الدم الجلوكوز والأكسجين إلى خلايا الجسم. يستطيع بعد ذلك الكائنات الحية أن تحصل على الطاقة من خلال عملية التنفس. والتنفس الخلوي عملية تتضمن سلسلة من التفاعلات الحيوية تتم فيها أكسدة جزيئات الطعام لإنتاج الطاقة التي يتم تخزينها في جزيئات الـ ATP. وهناك نوعين من التنفس: تنفس يحتاج وجود الأكسجين aerobic respiration، تنفس هوائي، ولا النوع الثاني تنفس لا يحتاج إلى وجود الأكسجين anaerobic respiration، تنفس لا هوائي. مراحل التنفس الخلوي الهوائي: مراحل التنفس الخلوي الهوائي، والمرحلة الأولى مرحلة التحلل السكري والتي تظهر في الشكل المقابل. تحدث هذه المرحلة في الكائنات الحية جميعا. إذن التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي تحدث به مرحلة التحلل السكري. إذن هي مرحلة مشتركة بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي لأنها لا تحتاج إلى وجود أكسجين. تحدث تفاعلات التحلل السكري في سيتوبلازم الخلية، وذلك لوجود الإنزيمات اللازمة لتفاعلات التحلل السكري موجودة داخل السيتوبلازم. أولا، المرحلة الأولى من مراحل التحلل السكري مرحلة تنشيط الجلوكوز باستخدام الـ ATP، كما يظهر هنا. يتم تنشيط الجلوكوز باستخدام الـ ATP من خلال مجموعات الفوسفات اللي بيفقدها مركب الـ ATP، وبالتالي يتحول إلى الـ ADP من مركب ATP أدينوسين ثلاثي الفوسفات يتحول إلى مركب ثنائي الفوسفات. بعد ذلك تفاعلات الاختزال وإنتاج الناد H، تفاعلات الاختزال وإنتاج الناد H، حيث يتأكسد جزيء G3B وينتج عنه ذرات هيدروجين تسهمان في اختزال الناد إلى ناد H، وينتج جليسريدات 1 و3 ثنائي الفوسفات. المرحلة الأخيرة من مراحل التحلل السكري كما نعلم هي مرحلة إنتاج الـ ATP وحمض البيروفيك، ويحدث خلالها سلسلة من التفاعلات يستكمل فيها عملية التحلل السكري لجزء واحد من الجلوكوز، وينتج عنها 2 من حمض البيروفيك و2 من الـ ATP و2 من ناد H. قد يتساءل البعض بأن لدينا 4 ATP ولكن المحصلة النهائية 2 فقط. لا ننسى أن الجلوكوز في بداية التحلل السكري تم استهلاك 2 ATP. إذا لدينا 4 ATP، 2 ATP تم استهلاكهم في البداية، يصير الحصيلة النهائية هي 2 ATP فقط. ثانيا، التفاعل الرابط link reaction. أما التحلل السكري فهو glycolysis. التفاعل الرابط كما يظهر في الصورة أمامنا يعمل على ربط، من اسمه التفاعل الرابط، يعمل على ربط التحلل السكري بالمرحلة التالية وهي حلقة كريبس، حيث ينتقل 2 حمض البيروفيك المركب الثلاثي الكربون من السيتوبلازم إلى الحشوة في حال توفر الأكسجين فقط. ويحدث التفاعل الرابط في حشوة الميتوكوندريا على النحو التالي:
ينزع ثاني أكسيد الكربون من كل جزيء من حمض البيروفيك فيتحول إلى مركب ثنائي الكربون يسمى حمض الأسيتيك أو حمض الخليك. ينزع أيون الهيدروجين من كل جزيء بيروفيك ويلتقطه ناقل الهيدروجين ناد ويتكون ناد إتش. يرتبط المركب ثنائي الكربون حمض الخليك بمرافق الإنزيم A كونزيم A ليشكل ثنائي الكربون أسيتايل مرافق الإنزيم A كما يظهر في المعادلة. المرحلة الثالثة من التنفس الهوائي وهي كريبس سايكل أو دورة كريبس. إذا تتبعنا بداية دورة كريبس بدخول الأسيتايل كوانزيم A القادم من التفاعل الرابط وهو مركب يحتوي على ذرتين كربون، يبدأ هذا المركب بالارتباط بمركب رباعي الكربون يعرف باسم الأوكسالو أسيتيك ويتكون مركب سداسي الكربون هو حمض السيتريك. لاحظ أن مرافق الإنزيم A ينفصل عن الأسيتايل ليعاد استخدامه في التفاعل الرابط. يتحلل حمض السيتريك في سلسلة من الخطوات حوالي 8 خطوات تقريبا، وفي النهاية يتم إعادة تكوين الأوكسالو أسيتيك مرة أخرى حتى تعاد دورة كريبس. لا ننسى أن دورة كريبس الواحدة هي لنصف جزيء جلوكوز، إذا لأكسلت جزيء جلوكوز كامل أو جزيء جلوكوز واحد لابد من حدوث دورة كريبس مرتان، وتكون النواتج النهائية لحلقة كريبس أي دورتان لكريبس 4 جزيئات ثاني أكسيد الكربون واثنان ATP وست جزيئات ناد H وجزيئان من الفاد H2، والفاد H2 أيضا هو ناقل من نواقل الهيدروجين. المرحلة الرابعة وهي سلسلة نقل الإلكترون، تسمى هذه العملية سلسلة نقل الإلكترون وهي تعتبر الخطوة النهائية من عملية تحلل سكر الجلوكوز، وهي أيضا النقطة التي يتم فيها إنتاج معظم جزيئات الـ ATP، حيث يتم استخدام الإلكترونات عالية الطاقة وأيونات الهيدروجين من جزيئات الناد والفاد. جميع جزيئات الناد والفاد ما تم إنتاجه في التحلل السكري والتفاعل الرابط ودورة كريبس يتم الحصول على الإلكترونات عالية الطاقة في سلسلة نقل الإلكترون، بحيث نعرف أن جزيء الناد الواحد قادر على إعطاء 3 جزيئات من الـ ATP بينما جزيء الفاد قادر على إعطاء 2 ATP فقط. ما هي نواتج سلسلة نقل الإلكترون؟ نواتج سلسلة نقل الإلكترون 6 جزيئات ماء 34 جزيء ATP نتجت من تحول جزيئات الناد H وجزيئات الفاد H كما ذكرنا. إذن لدينا عدد جزيئات الـ ATP سواء من الطاقة المباشرة ويقصد به جزيئات الـ ATP أو الطاقة غير المباشرة وهي التي يتم الحصول عليها من مركبات الناقلة للهيدروجين وهي الناد والفاد. تصنيع الـ ATP
في هذه الخطوة يعرف باسم الفسفرة التأكسدية. يظهر هنا لدينا إنزيم بناء الـ ATP الذي يقوم بصناعة وإنتاج الـ ATP، يعمل على ربط الـ ADP ثنائي الفوسفات مع مجموعة فوسفات وإنتاج مركب الـ ATP. لا ننسى أيضا أن الأكسجين هنا هو المستقبل الأخير للإلكترونات. الأكسجين هو المستقبل الأخير للإلكترونات، وآخر ناقل للإلكترونات أو سيتوكروم A3، آخر ناقل هنا تنتقل خلاله الإلكترونات، يعمل على ربط الأكسجين بالهيدروجين أو الإلكترونات والبروتونات وتكوين جزيئات الماء. أسئلة على التنفس الهوائي. حدد مكان حدوث التفاعلات التالية: التحلل السكري في السيتوبلازم، دورة كريبس في حشوة الميتوكوندريا، سلسلة نقل الإلكترون في الغشاء الداخلي أو ما يعرف باسم الأعراض. تابع أسئلة على التنفس الهوائي. ما هي المرحلة المشتركة بين التنفس الهوائي واللا هواء؟ المرحلة المشتركة هي الجلايكوليسيس أو التحلل السكري. من هو المستقبل النهائي للإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون؟ كما ذكرنا سابقا أن الأكسجين هو آخر مستقبل للإلكترونات. كم يبلغ عدد ذرات الكربون في المركب الناتج من التفاعل الرابط؟ ذرتان كربون فقط. حدد عدد الجزيئات الناتجة من أكسدة 2 جزيء جلوكوز لكل ناتج من النواتج التالية في دورة كريبس. تعلمنا في دورة كريبس أن الأكسدة جزيء واحد من الجلوكوز يكون الناد 6 جزيئات. إذن نريد هنا حسبة 2 جزيء جلوكوز، إذن 6 ضرب 2 يساوي 12 جزيء ناد H. فاد لجلوكوز 1 يساوي 2، إذن لجزيئان يساوي 4. ATP الناتج لجزيء جلوكوز 1 يساوي 2، إذن لـ 2 جزيء من الجلوكوز يساوي 4 ATP.